أصدقائي بحلقة جديدة من برنامج يلا نطبخ. طبقنا لليوم أكلة مستحيل ما حد يحبها، سواء كبار أو صغار، ويأكلونه بكل الأوقات ويحبون كل أنواعه. خليكم معنا عشان تعرفون طبقنا لليوم وتعرفون أصدقاء حلقة اليوم. أهلاً بأصدقاء حلقة اليوم مريم ومريم. شوفوا قبل ما ندخل المطبخ راح ألعب معاكم لعبة علشان تعرفون شنو هي طبخة اليوم. جاهزين؟ جاهزين. أنا حطيت لكم داخل البوكس شيء يدل على الطبخة، تمام؟ وراح أسألكم أسئلة علشان نتعرف على طبخة اليوم. أول شيء، تتوقعين دائرية ولا مربعة؟ دائرية. دائرية صح. أوكي، حلو ولا مالح؟ مالح. صح مالح. خضرة ولا فواكه؟ خضرة. خضرة، برافو، كل الأسئلة جاوبتوها صح. تتوقعين يكون لون واحد ولا أكثر من لون؟ أكثر من لون. أكثر من لون، صح، جاوبتوا كل الأسئلة صح. أوكي، الحين أبيكم تتوقعون شنو هي طبخة اليوم. برجر. أوكي، خلونا نشوف، نفتح البوكس ونشوف إذا كان برجر ولا لا. خلاص تقولون برجر؟ اي. اكيد اكيد. جواب نهائي؟ اي. شوفوا شنو طلع؟ برجر. صح، طلع برجر. يعني وصفة اليوم او طبخة اليوم راح نسوي برجر. وصلنا على المطبخ بعد ما مريم ومريم عرفوا اليوم شنو راح نسوي. يلا قولوا لهم مرة ثانية اليوم شنو راح نسوي؟ برجر. اليوم راح نسوي برجر. طبعا اليوم شوي راح تلخبط بالحلقة لأنه عندنا مو مريم واحدة، عندنا مريمين، فأنت راح أخليك مريم 1 وأنتي مريم 2 عشان ما نتلخبط. أوكي، ما شاء الله جلبياتكم حلوة، من وين ماخذينها؟ يدتي سويتها. يدتي سويتها ما شاء الله، وأنتي بعد نفس الشيء؟ إي. حلوين. أشوف دوري دوري دوري، أشوف الجلبية، واو وايد حلو، عليه ستار وكذي. حتى نفس الشيء أنتي لابسة شباصة عليها ستار، وأنتي بعد مريم تو حبيت. أوكي، مكياجكم وايد حلو، من سوالك مكياج مريم؟ أمي. وأنتي؟ عمتي. عمتي تسويت لك المكياج وايد حلو، حطي كليتر وبلاش وروج، وايد حلو. أوكي شوفوا اليوم نفس ما قلنا راح نسوي برجر. طبعاً كل واحدة راح تسوي البرجر بطريقتها، يعني اللي تحب مثلاً تبي تحط صوص وايد تحط صوص، واللي تبي تحط شوية تحط، اللي ما تبي طماط لا تحط، اللي ما تبي خس لا تحط. أوكي، بس أنا اليوم بعد راح أسوي وياكم، بس أنا راح أحط كل شيء لأن أحب البرجر يكون فيه له كل شيء ويكون شيء لغاويس. أنت تحبون نفسي؟ لا. ها شو تحطين أنتي؟ خس. إيه. وبعد؟ وكتشب. ايه. ولحم. اوكي بس. بس انت تحبون دياي ولا لحم؟ لحم. تحبون اللحم؟ خلاص انا بعد جبت لكم لحم. اوكي شوفوا حتى بعد ترى عندكم جبن، الجبن بعد وايد حلو. اوكي الحين كل واحده راح تاخذ لها خبز، خبز البرجر، وتسوي البرجر بطريقتها. اوكي انتوا بالعاده تاكلون البرجر في البيت ولا من برا؟ برا. تاكلون من برا؟ من وين تاكلون؟ في المطاعم. في المطاعم، يعني ما تسوونه في البيت؟ بس مرات نسوي. تسوونه في البيت مرات، اوكي. اليوم راح تسوونه في مطبخي، في مطبخ يلا نطبخ. اوكي؟ جاهزين؟ يلا خلنا نسوي. يلا شنو أول شيء تبون تحطون؟ أول شيء حطون الصوص. بس أنا راح أحط الخس. في حد يبي يحط خس؟ من؟ أنا. تبين الخس؟ كلكم تبون؟ اوكي.
تبين احط لك بعد؟ بس واحده؟ تبين احط لك بعد؟ تحبين الخس؟ برافو عليك. خلينا نحط لك مريم 1 نفس مريم 2. اوكي اوكي يلا. هذا الخس مني، تشوفه صغير حلو صح؟ شكله حلو، يسمونه بيبي خس. اوكي يلا، شنو بعد تبون تحطون؟ صوص. تبون الصوص؟ اي صوص تبون؟ عندكم هالصوص وعندكم المايونيز والكاتشب وعندكم الخردل، فأي صوص تبون تحطون؟ تبون كلكم مايونيز؟ يلا حطوا المايونيز. انا راح احط المايونيز، بحط الكاتشب، بحط كل الصوصات. اوكي الحين خلينا نحط اللحم عشان نكمل. اذا تبون الحين تحطون جبن؟ تبون جبن؟ اوكي يلا كل واحده تاخذ لها جبن وتحط. اوكي الحين ايش رايكم نحط طماطم؟ حلو، جربوا. يلا حطي. الحين خلينا نحط صوص، بس حطه في الجهة الثانية. أوكي أنتوا حطيتوا كاتشب وهي، جربوا ولا لا؟ جربوا هالصوص وايد حلو. أنا دائما أحطه كل ما أسوي برجر. يلا خذي كبشة ثانية. أنتوا قلتوا تحبون البرجر لحم صح؟ بس تاكلون كل اللحم ولا بعد تاكلون دياي؟ بعد ناكل دياي. بعد تاكلون دياي؟ إيه. بس في مرة جربتوا سويت برجر في البيت؟ إيه. وشنو حطيتوا فيه؟ خس. لحم. إيه. ومايونيز وكاتشب وبس. إذا شنو أكلتكم المفضلة غير البرجر؟ فرايز. تحبون الفرايز الشيبس؟ أوكي وبعد؟ وأنتي مريم تو شو تحبين؟ نفس مريم 1 تحبين بعد الشيبس؟ المفروض انا بعد كنت اسوي لكم شيبس فرايز جنب البرجر، بس للاسف ما كان عندي وقت. يلا عادي بناكل البرجر. ايش رايكم البرجر؟ اعطوني رايكم. حلو. تبون تسوون نفسي؟ عيل كثر صوص حطوا بعد، لان انا اشوف مالكم البرجر وايد ناشف. لان اذا كان ناشف اصلا شلون بتاكلونه؟ احس شي ما ادري، ما احس اقدر اكله. أخذ واحد ثاني. شوفوا إذا تحبون المخلل حطوا المخلل، بس أنا كذي راح أكتفي. وهذا برجري، أوف وايد كبير طلع، شلون باكله؟ الحين أقدر آكل هذا كله؟ سقعان أقدر آكله؟ بس أنا شايف شكله وايد حلو. يلا خلصوا عشان ترون أصدقائنا البرجر اللي سويتوه. يلا نبي نرويهم. أنا خلصت. خلصتي؟ برافو. يلا يلا حطوا البرجر معكم هني. وخلصنا وسوينا برجر مع مريم ومريم. الحين يوم ترجعون البيت راح تسوون هالبرجر حق أصدقائكم يوم يوم البيت؟ بتسوون نفس هالطريقة ولا بتسوون طريقة ثانية؟ نفس هالطريقة. نفس هالطريقة. انتوا في البيت تدخلون المطبخ؟ ايه. شنو تسوون؟ برجر، كيك، فرايز، كيك. وانتو؟ وكب كيك. تسوون كيك وكب كيك؟ الله حلو. بس اكيد يوم تدخلون المطبخ لازم يكون احد كبير معاكم صح؟ صح. وخلي نقول حق اصدقائنا بعد، يوم تدخلون المطبخ خلوا دايما احد كبير معاكم عشان يساعدكم، وما تعرضون نفسكم للخطر، وما تمسكون الاشياء الحادة، وما تمسكون الفرن. اوكي الحين خلصنا وسوينا البرجر، خلي الحين نحط شوية شيبس نزين في الصحن. يلا انتو زينوا، حطوا مثلا هني شوي هني شوي. انتو اكيد تحبون شيبس صح؟ صح. يلا كل الشيبس. ماتش مريم وين؟
وبس خلصنا. يلا يلا نروي أصدقائنا البرجر. شوفوا البرجر اللي سويته مع مريم ومريم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن الحلقة عجبتكم وعجبتكم وصفة مريم ومريم. وفي البيت تقدرون تطبقون هذه الوصفة، بس بدل ما تستخدمون اللحم تقدرون تستخدمون الدياي وتحطون الأشياء اللي تحبونها. بس اليوم مريم ومريم حطوا الأشياء اللي هم يحبونها. ونشوفكم بالحلقات الجاية. مع السلامة، قول لهم باي باي.